مهما تكلمنا في أحد بشيء فيعلم الله أننا نريد النصح له، كما قال سلفنا عندما كانوا يتكلمون في أهل البدع كانوا يقولون نحن أنفع لهم من آبائهم وأمهاتهم، لأننا عندما نبين ما هم عليه حتى لو انصرف الناس عنهم فهذا يكون خيرا لهم حتى لا تكثر ذنوبهم. وكما قال فضيلة الشيخ مهما صدر من قول فإنما المراد به النصح، وأما طريق المتاب فمفتوح، بل إن الذي يقال إنما يقصد به في المنتهى العودة إلى طريق السلف، فالذي يشذ عن طريق السلف وعن منهجهم وعن منهاج النبوة مهما تناوله أهل الحق بكلام فإنما يريدون استقامته على منهج السلف، لأنهم إذا لم يريدوا ذلك كانوا متكلمين لحظ أنفسهم، وهذا من أسوأ الذنوب ومن أعظمها أن يتكلم الإنسان لحظ نفسه. فنسأل الله ألا يذيقنا طعم أنفسنا، وأن يبارك لنا في فضيلة الشيخ العلامة الهمام فضيلة الشيخ حسن عبد الوهاب البنا، وأسأل الله أن ينفع به وأن يحسن لي وله الختام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.